في عمق تاريخ الشرق الأوسط تتألق الإمبراطورية الساسانية كمفخرة تاريخية تحمل قصة عظيمة لحضارة شامخة تأثرت وأثرت في العالم بأسره. وبدأت هذه الإمبراطورية الفارسية الثانية تحت قيادة الملك أردشير الأول، مستمدين اسمها من الكاهن الزرادشتي ساسان جد أول ملوك الساسانيين. ومع نهاية حكم يزدجرد الثالث أثرت تلك الإمبراطورية بشكل كبير على المنطقة والعالم بأسره، وتمتد أراضي الإمبراطورية الساسانية عبر إيران الحالية والعراق، وتمتد أيضاً إلى أرمينيا وأفغانستان والأجزاء الشرقية من تركيا وباكستان. وكان للساسانيين رؤية فريدة حيث سموا إمبراطوريتهم إيران شهر أو سيادة الإيرانيين الآريين. وعندما يشار إلى إمبراطورية الساسانيين بأسماء إيران شهر أو سيادة الإيرانيين الآريين يقصد بها الرؤية الفريدة التي كانت للساسانيين فيما يتعلق بإمبراطوريتهم، فلم ينظروا إلى إمبراطوريتهم فقط كمجرد سيطرة على الأراضي، بل كانوا يروجون لفكرة أعمق تتعلق بالهوية والسيادة الثقافية، إذ لم يكتفوا بالسيطرة العسكرية فقط، بل سعوا لتعزيز الهوية الثقافية الفارسية ونشرها على نطاق واسع. وشهدت فترة الساسانيين انتعاشاً فنياً وثقافياً، ولم يكن تأثيرهم محصوراً فقط داخل حدود إمبراطوريتهم، بل امتد إلى العالم الإسلامي المنبثق حديثاً، حيث أثرت ثقافتهم الفريدة في تشكيل الفنون والعلوم في تلك الفترة، وتجسدت قوة وتأثير الإمبراطورية الساسانية في التأثير على الحضارة الرومانية والعالم بأسره، مما يبرز دورهم الفعال في تاريخ الشرق الأوسط والعالم بشكل عام. هيا بنا نكتشف سوياً تاريخ الإمبراطورية الساسانية العريقة، وسنسلط الضوء على جوانبها الرائعة والمثيرة للاهتمام، فلا تفوتوا فرصة مشاهدة الفيديو حتى النهاية، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في زمن مليء بالغموض والقوة ظهر الملك أردشير الأول كشخصية رمزية في تاريخ الشرق الأوسط، وجسد بداية سلالة الساسانيين بكل قوة وعزم. فقد ولد أردشير في بلدة أنهتا بمنطقة إستخر، فقد كان والده باباك بن ساسان يحكم بيرسيس، وبالرغم من بداياته المتواضعة إلا أنه استطاع تعزيز نفوذه والسيطرة على بيرسيس بأكملها. وفي تلك الفترة الصاخبة دخل أردشير في صراع مع أخيه شابور على السلطة، ورغم أن تفاصيل هذا الصراع ما زالت محل جدل بسبب سطحية المصادر، إلا أن وفاة شابور في حادث غامض عام 222 ميلادية فتحت الباب أمام أردشير لتأسيس إمبراطوريته بكل إقدام وتحدي. وبعد تأسيسه لقاعدته في بيرسيس، أخذ الملك أردشير الأول يتحرك جنوباً، فقد بنى مدينة أردشير خوارع، وكانت هذه المدينة قوة لا يستهان بها، وكانت محمية بواسطة جبال شاهقة وحصينة، وأصبحت بمرور الوقت مركزاً رئيسياً لجهود الملك أردشير في بناء إمبراطوريته وتعزيز قوته. وتوسعت أراضي إمبراطورية الملك أردشير بسرعة هائلة، وبدأ يطلب الولاء من أمراء فارس المحليين، وسيطر على المحافظات المجاورة مثل كرمان وأصفهان وسوسينيا وميسينيا. وكان هذا التوسع السريع يجعل من الملك أردشير شخصية ملحوظة ومحط أنظار، مما دفع الملك أرتبانوس الرابع ملك الإمبراطورية الأخمينية الفارسية للانتباه إليه ولقوته المتزايدة. وفي عام 224 ميلادية أمر الملك أرتبانوس الرابع بانقلاب ضد حاكم خوزستان في محاولة للتغلب على الملك أردشير، ولكن هذا الانقلاب انتهى بفوز كبير لأردشير نفسه. وعلى الرغم من ذلك لم يستسلم أرتبانوس وقاد جيشه مرة أخرى في نزاع آخر ضد الملك أردشير الأول في نفس العام. وفي ذاكرة تاريخية مليئة بالصراعات والمعارك اشتعلت نيران الصراع بين ملوك الأراضي الفارسية
حيث تصادمت جيوش الملكين أرتبانوس وأردشير في ميدان هرمزديجان. وفي تلك المعركة لقي الملك أرتبانوس الرابع مصيره الأليم، مما فتح الباب أمام الملك أردشير ليواصل غزوه نحو المحافظات الغربية للإمبراطورية الإخمينية. وفي عام 226 ميلادية توج الملك أردشير الأول فيتسيفون كحاكم وحيد لبلاد فارس، واختار لنفسه اللقب شاه نشاه أو ملك الملوك. وبهذا الانتصار انتهت الإمبراطورية الإخمينية الفارسية التي استمرت لمدة 400 سنة، وبدأت الإمبراطورية الساسانية الفارسية التي استمرت لأربعة قرون. وعلى مدى السنوات التالية استطاع الملك أردشير الأول توسيع إمبراطوريته الجديدة إلى الشرق والشمال الغربي، حيث فتح محافظات مثل جرجان وخراسان وسستان وبلخ ومرجيانا وخوارزم، وأضاف الموصل إلى إمبراطوريته الساسانية. والنقوش القديمة تروي أن بعض المعارك التي خاضها الملك أردشير الأول مع الملك أرتبانوس الرابع وانتصاره فيها تم استسلام ملوك توران وكاشان ومكران له. ورغم أن بعض التقارير تنسب هذا الاستسلام إلى ابن أردشير الملك شابور الأول، إلا أن الملك أردشير الأول كان له دور كبير في هذه الأحداث. وتأتي تأريخات الملك شابور الأول ابن المؤسس الملك أردشير الأول محفوفة بالانتصارات والتوسعات، حيث برزت قيادته القوية في فتح باكتيريا وكاشان وتنفيذه لعدة حملات ضد الإمبراطورية الرومانية بعزم لا يلين. وفي نهاية المطاف تمكن الملك شابور الأول من تحقيق انتصارات مذهلة على أباطرة الرومان، من بينهم جورديان الثالث وفيليب العربي وحتى الإمبراطور فاليريون الذي أسره وأسر جيشه بعد معركة مدوية في إيديسا. ولا يقتصر تأثير شابور الأول على ساحات المعارك فقط، بل امتد إلى التأثير الثقافي والتاريخي من خلال نحت صخرة رائعة في نقش رستم، فقد خلد الانتصارات الباهرة على الصخرة بتصويره للأباطرة الرومانيين وهم يظهرون تحت قدرة الملك شابور الأول. وعلى الرغم من تحقيقه لانتصارات كبيرة، إلا أن الملك شابور الأول واجه بعض الصعوبات، فقد خسر بعض الأراضي التي احتلها بين عامي 260 ميلادية و 263 ميلادية لصالح الملك أودينسوس، ولكنه استطاع استعادتها لاحقا بفضل استراتيجيته العسكرية البراقة وقيادته الحازمة. وبمبادرة استثنائية وضع الملك شابور الأول خططا دقيقة لتنمية إمبراطوريته، فقد أسس العديد من المدن التي جذبت المهاجرين من الأراضي الرومانية بما في ذلك المسيحيين الذين استطاعوا ممارسة دينهم بحرية تحت حكم الساسانيين، وأطلق على بعض هذه المدن اسمين تخليدا له، بيشابور ونيسابور. وعلاوة على ذلك كان لدى الملك شابور اهتمام خاص بالديانة المانوية، فقد حمى أتباعها وأرسل الكثير منهم كمبشرين إلى الخارج، وكانت له صداقة خاصة مع الحبر اليهودي صاموئيل، مما ساهم في تخفيف القيود الإدارية المفروضة على الجالية اليهودية. وفي فترة حكم الملوك الساسانيين اللاحقين ظهر نهج جديد من التسامح الديني، ولكن بعض الملوك كانوا يتبعون سياسات قمعية ضد بعض الطوائف الدينية. فمثلا الملك بهرام الأول قام باضطهاد شديد لأتباع الديانة المانوية تحت ضغط من الزرادشتيين الذين كانوا يشكلون الأغلبية الدينية في الإمبراطورية الساسانية. وقام الملك بهرام الأول بوضع مؤسس الديانة المانوية ماني في السجن وطالب بإعدامه، وتقول الأسطورة إنه توفي في السجن في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. ويعتقد أن هذه الحملة القمعية كانت جزءاً من جهود الملك للحفاظ على السيطرة الزرادشتية في الإمبراطورية كلها وتقوية مكانته السياسية كذلك. وبدأ الملك بهرام الثاني الذي حكم من عام 276 إلى عام 293 في اتباع سياسة دينية مشابهة لسياسة أبيه، ولكنه كان حاكما ضعيفا،
فقط فقد عدة محافظات غربية وخسر معها أرمينيا التي كانت تحت حكم الفرس لمدة نصف قرن. ثم تولى الملك الساساني بهرام الثالث الحكم في عام 293 وتوفي في نفس العام، وخلفه الملك الساساني نيرسيه الذي حكم من عام 293 إلى عام 302، وشن حربا جديدة مع الرومان. وبعد نجاحه المبكر في معركة قرب كالينيكوم في عام 296 تمت هزيمته بشكل مدمر في كمين في أرمينيا عام 297. ونتيجة لهذه الهزيمة الساحقة استقال نيرسيه في عام 301 وتوفي بسبب الحزن بعد عام واحد فقط. ثم تولى العرش ابنه هرمز الثاني الذي حكم من عام 302 إلى عام 309. وعلى الرغم من محاولاته في قمع الثورات في سيستان وقوشان، كان حاكماً ضعيفاً غير قادر على السيطرة على النبلاء في الإمبراطورية، وقتله البدو أثناء رحلة صيد في عام 309. بعد وفاة الملك الساساني هرمز الثاني، تعرضت الإمبراطورية الساسانية لسلسلة من الهجمات الجنوبية المتعاقبة من قبل العرب، وبدأ العرب بغزو المدن الجنوبية وإحداث النهب والتدمير، ولكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالهجوم على مدينة فارس وهي موطن الملوك الساسانيين. وكان السبب وراء هذه الهجمات هو قيام النبلاء بقتل ابن الملك هرمز الثاني وإعدام نجله الثاني وسجن ابنه الثالث الذي فر لاحقا إلى الأراضي الرومانية. وقام النبلاء أيضا باحتجاز عرش الدولة لابن غير مولود بعد من زوجات الملك هرمز الثاني، ويقال إن هذا الابن هو الملك شابور الثاني، حيث كان الملك الوحيد في التاريخ الذي تم تتويجه على العرش وهو في رحم أمه، وتم وضع تاج الملك على بطن أمه قبل ولادته. وفي شبابه كانت الإمبراطورية الساسانية تحت سيطرة أمه والنبلاء في الدولة، مما دفع الرومان والعرب والأتراك إلى الاعتقاد بأن ملك فارس صغير وضعيف. ومع ذلك أثبت شابور الثاني فعاليته ونشاطه في الحكم عندما بلغ سن الرشد. وعلى الرغم من صغر سنه عند توليه الحكم، إلا أنه لم يدع الصغر يعيق طموحاته، بل قاد جيشه في الجنوب لمواجهة العرب، ونجح في تأمين المناطق الجنوبية من الإمبراطورية. بعد ذلك بدأ حملته الأولى ضد الرومان في الغرب، وحقق نجاحا مبكرا بعد حصار سنجارا. ومع ذلك توقفت هذه الفتوحات بسبب هجمات الأتراك البدائية على الحدود الشرقية للإمبراطورية الساسانية، مما هدد منطقة ترانسوكسيانا الاستراتيجية والتي كانت تسهم في السيطرة الفارسية على طريق الحرير. ولم تكن القوات العسكرية لشابور الثاني كافية للسيطرة على الأراضي الغربية التي تم احتلالها، مما دفعه إلى التوقيع على معاهدة سلام مع الإمبراطور البيزنطي كوستينتيوس الثاني. واتفق الطرفان على عدم اعتداء أحدهما على الآخر لفترة محددة. ثم قاد شابور الثاني قواته نحو شرق ترانسوكسيانا لمواجهة الأتراك الشرقيين، وحقق انتصارات ساحقة وأضاف مناطق جديدة إلى إمبراطوريته. وهذا النصر أحدث تأثيرا ثقافيا كبيرا، إذ انتشر الفن الفارسي في المنطقة حتى وصلت تأثيراته إلى أطراف الصين. وفي حملته الثانية ضد الرومان في عام 359 ميلادية وبدعم من القبائل التركية البدائية، حقق نجاحات كبيرة، فقد استولوا على 5 محافظات رومانية وأضافوها إلى إمبراطوريتهم بعد انتهاء الحملة. واتبع شابور الثاني سياسة دينية صارمة، حيث اكتملت في عهده مجموعة من النصوص المقدسة للزرادشتية المسمى بأفيستا، وتمت معاقبة المبتدعين والمرتدين عن الدين الزرادشتي. وكان المسيحيون يتعرضون للاضطهاد كرد فعل على انتشار المسيحية في الإمبراطورية الرومانية بقيادة قسطنطين الكبير. وعلى الرغم من ذلك، كان شابور الثاني يظهر ودا تجاه اليهود الذين عاشوا في فترته بحرية نسبية واستفادوا من العديد من الامتيازات في عهده. وفيما يتعلق بالسيطرة، كانت الإمبراطورية الساسانية الفارسية عند وفاته أقوى من أي وقت مضى، وكانت الأوضاع هادئة مع أعدائها في الشرق، وكانت أرمينيا تحت السيطرة الفارسية في تلك الفترة.
ومنذ وفاة الملك شابور الثاني حتى تتويج الملك الساساني قباذ الثاني، عرفت بلاد فارس فترة استقرار كبيرة، ولكنها شهدت حروباً متفرقة مع الإمبراطورية البيزنطية خلال تلك الفترة، وتباينت سياسة الإمبراطورية الساسانية بشكل ملحوظ من ملك إلى آخر. ورغم وجود قادة ضعفاء، فإن النظام الإداري الذي أسسه الملك شابور الثاني ظل قوياً، واستمرت الإمبراطورية في العمل بشكل فعال. وعند وفاة الملك شابور الثاني ترك إمبراطورية قوية لأخيه غير الشقيق الملك أردشير الثاني، ولكن ابن الملك شابور الثاني الملك شابور الثالث لم يكن لديه القدرة والمهارة التي كانت موجودة لدى أسلافه، فلم يستطع تحقيق إنجازات بارزة. أما الملك أردشير الثاني الذي كان أخاً غير شقيقاً للملك شابور الثالث، فقد كان غير قادر على مواكبة شقيقه في الحكم. وبعد ذلك تولى الملك بهرام الرابع الحكم، وفي هذه الفترة تم تقسيم أرمينيا بين الرومان والإمبراطورية الساسانية، وعادت السلطة الساسانية إلى أرمينيا الكبرى، بينما احتفظت الإمبراطورية البيزنطية بجزء صغير في غرب أرمينيا. والملك بهرام الرابع كان ابناً للملك يزدجرد الأول، وكانت له شخصية قوية ودبلوماسية بارعة تشبه في كثير من الجوانب الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول. وقاد بهرام الرابع سياسة تسامح ديني، مما سمح بزيادة حرية الأقليات الدينية وأوقف اضطهاد المسيحيين. وفي عهده توقف الاضطهاد وعوقب النبلاء والكهنة الذين قاموا بالاضطهاد، مما جعل فترة حكمه مستقرة وسلمية تقريبا. كما قام بهرام الرابع بتحقيق السلام مع الرومان تحت وصاية الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاني، وتزوج من أميرة يهودية وأنجب ابنا يدعى نيرسيه. أما الملك بهرام الخامس فقد ورث العرش بعد وفاة والده بهرام الرابع، وكان مشهورا بين الملوك الساسانيين وبطلا للعديد من الأساطير، وحصل على لقب بهرام إيجور. وقد جسد هذا الملك بنجاح مزيجا من القوة والشجاعة، وتميز بهرام الخامس باستعادته للسلام بعد انقضاء الحروب، وقوته في هزيمة الهيفسلتس البدائيين، وتأثيره الواسع في آسيا الوسطى. واستمرت صورته على العملات لقرون طويلة بعد وفاته. وقضى برهام الخامس على تمرد ملكية أرمينيا وجعلها جزءا من إمبراطوريته. وكان بهرام الخامس بالفعل شخصية مميزة في تاريخ الفارسيين، حيث كان ملكا مفضلا ومحبوبا بسبب شجاعته وجماله ومواهبه في الصيد والمغامرات، وكان يشتهر بانتصاراته على العديد من الأعداء وتألقه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى شغفه الشديد بالصيد الذي جعله يعتبر سيدا في صيد الأوناغر. وفي فترة حكم بهرام الخامس شهدت الإمبراطورية الساسانية ذروة العظمة، فقد نجح بهرام في تحقيق النجاحات العسكرية والسياسية، وعلى الرغم من مشاغله ومواجهته لأعداء الإمبراطورية، إلا أنه كان دائما مستمتعا بالصيد وبصحبة فرقته المكونة من النساء والخدم. وحكم بهرام الخامس شهد ازدهارا في الأدبيات الساسانية وابتكار قطع موسيقية بارزة، بالإضافة إلى تعزيز الألعاب الرياضية مثل البولو كرياضة ملكية، وهو التقليد الذي استمر حتى اليوم في العديد من الممالك الحديثة. ويزجرد الثاني ابن بهرام الخامس اتبع سياسة صارمة تجاه الأقليات الدينية خاصة المسيحية، ففي بداية فترة حكمه كانت القوات الساسانية تمثل مزيجا متنوعا من الأمم، حيث كانت تتضمن جنوداً من الهنود كحلفاء لهم. وفي مواجهة قريبة مع كرراهائي فاجأ الفرس الرومان، وكان يمكن ليزجرد الثاني أن يتقدم بشكل كبير في الأراضي الرومانية، ولكن الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاني طلب توقيع معاهدة سلام. وخلال المفاوضات في عام 441 ميلادية
اتفقت الإمبراطوريتان على عدم بناء أي تحصينات جديدة على الحدود، ومع ذلك استغل يسجرد الثاني الفرصة لمهاجمة هجمات الكيدارتيين على الأراضي الإمبراطورية. وفي عام 443 ميلادية جمع قواته في نيشاهبور وشن حملة ضد الكيدارتيين، وبعد سلسلة من المعارك هزم الكيدارتيين وطردهم إلى ما وراء نهر أوكسوس في عام 450 ميلادية. وأثناء حملة الملك يسجرد الثاني نحو الشرق، شكك في ولاء المسيحيين في صفوف الجيش، فقرر طردهم وإبعادهم عن القيادة. وبعد ذلك اندلعت حملة اضطهاد شديدة ضد المسيحيين، على الرغم من أنه قلل من اضطهاد اليهود. ومع ذلك كان هذا السياق جزءاً من مسعاه في إعادة تأسيس الديانة الزرادشتية في أرمينيا. وفي معركة فارتانانتز عام 451 ميلادية تصدى لثورة المسيحيين الأرمن وسحقها، ولكن الأرمن بقوا متمسكين بالديانة المسيحية. وفي السنوات التالية توجه الملك يسجرد مجددا لمواجهة الكيدارتيين حتى وفاته في عام 457 ميلادية. وبعد وفاة الملك يسجرد الثاني تولى العرش ابنه الأصغر هرمز الثالث، وخلال فترة حكمه القصيرة دارت معارك مستمرة مع أخيه الأكبر فيروز الذي كان يحظى بدعم الطبقة النبيلة. وخلال هجمات الكيدارتيين على باكتيريا تم قتل هرمز الثالث على يد أخيه فيروز في عام 459 ميلادية. ويجب أن نشير أنه في بداية القرن الخامس اندفعت قبائل الهون والمجموعات التركية البدائية نحو بلاد فارس، وفي ذلك الوقت نجح الملكان بهرام الخامس ويسجرد الثاني في صد هذه الهجمات وأجبروهم على التراجع نحو الشرق. ومع ذلك في نهاية القرن الخامس عاد الهون مرة أخرى ونجحوا في هزيمة الملك فيروز الأول في عام 483 ميلادية، مما أدى إلى غزوهم لأجزاء من شرق بلاد فارس لمدة سنتين، وظلت تهديداتهم قائمة لسنوات لاحقة. وأهبت هذه الهجمات رياح الفوضى وعدم الاستقرار في مملكة بلاد فارس، فقد حاول الملك فيروز الثاني تطهير المملكة من الهيفثليتس، ولكنه وجيشه وقعوا في كمين هوني في الصحراء، حيث قتل الملك فيروز وتم تدمير جيشه. وبعد هذا الانتصار للهون تقدموا نحو هراء، مما أدى إلى فوضى عارمة في الإمبراطورية. ولكن في نهاية المطاف تمكن زار مهر، وهو فارس نبيل من عائلة كارين، من إعادة الأمور إلى نصابها واستعادة الاستقرار في الإمبراطورية، كما أسند العرش إلى أحد إخوة فيروز. وفي فترة حكم قباذ الأول كان النشاط والإصلاح هما العنوان الرئيسيان، فقد قام بدعم الطائفة الشيوعية المزدكية وسعى لكسر نفوذ الطبقات الأرستقراطية من خلال فكرة تقسيم زوجاتهم وثرواتهم مع الفقراء. وعلى الرغم من أنه تم اعتقاله وسجنه في وقت لاحق في قلعة النسيان في شوش، إلا أن هذه الإصلاحات أحدثت تحولا كبيرا في السياسة، وتم تعيين أخيه جاماس على العرش. وعلى الرغم من ذلك نجح قباذ الأول في الهرب في عام 498 ميلادية، وحصل على المأوى من ملك الهون البيض. وبعد تولي الملك جاماسب العرش بمعاونة النبلاء بين عامي 496 498 ميلادية، وأثناء فترة حكمه قام جاماسب بتخفيض الضرائب لتخفيف أعباء الفلاحين والفقراء، وكان يتبع الطائفة المزدكية التي تعتبر فرعا من الديانة الزرادشتية. ورغم قيامه ببعض الأفعال التي أثرت سلبا على حكم شقيقه، إلا أن فترة حكمه انتهت عندما عاد شقيقه قباذ الأول بقوة جيشية كبيرة بمساعدة من ملك الهون البيض، واستعاد قباذ الأول العرش بعد عودته إلى العاصمة. ورغم عدم ورود تفاصيل حول ما حدث لجاماس بعد عودة شقيقه إلى العرش، إلا
لأنه يعتقد عموماً بأنه تمت معاملته بعدالة في محكمة شقيقه، وتم التعامل معه بشكل عادل ومنصف. وبهذا نختم الجزء الأول من استعراض تاريخ الإمبراطورية الساسانية. ترقبوا الجزء القادم حيث سنستعرض العصر الذهبي للإمبراطورية الساسانية وسقوطها، بالإضافة إلى قوة جيشها ونظام حكمها المركزي وتنوعها الاجتماعي، مع نظرة شاملة على الحياة الاقتصادية والثقافية. فلا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.